حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم، ورحبوا بكم في برنامج متداول لهذا اليوم في جولة جديدة ورصد لأهم وآخر الأحداث والفيديوهات، القصص والحكايات الرائجة والمتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. سنتعرف على تفاصيل تلك الأحداث وما أفرزته أيضا من تعليقات، ولكن قبل كل ذلك سنكون مع العناوين. معمل سري لتصنيع مخدرات الكبتاغون. منع امرأتين من بيع طفلة ب25 مليون دينار. لص يسقط في المجاري بعد سرقة غطائها. بكرسي مكتبي نقل مريض في مستشفى يثير السخرية. بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، أعلنت مفارز وكالة الاستخبارات تفكيك شبكة للاتجار بالبشر في بغداد، وإحباط عملية بيع طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر فقط مقابل مبلغ قدره 25 مليون دينار، وذلك من خلال كمين محكم وبالجرم المشهود. وأيضا تم القبض على أفراد الشبكة المتكونة من امرأتين كانتا تحاولان بيع الطفل، وتم تدوين أقوال المتهمات وأحيلتا إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالا جزاءهما العادل. انتشرت ظاهرة الاتجار بالبشر وتفاقمت، حيث تؤكد وزارة الداخلية على أنها جريمة مسيطر عليها، ويتفق مختصون على أن السبب الرئيسي لحضورهما أو لظهور هذه العصابة هو العوز المادي الذي يجبر في الكثير من الأحيان يجبر تلك العائلات على بيع أطفالها أو التخلص منهم، داعين إلى ضرورة تنفيذ قانون مكافحة هذه الجرائم. في حين كانت هناك أيضا الكثير من التعليقات وردود الأفعال حول قصة بيع الطفلة بهذا المبلغ، نبدأ تلك التعليقات من خلال تعليق كتبته شهد. تقول شهد في تعليقها هذا: الله يساعد اللي أطفالهم انباعت واللي إلى الآن ما يعرفون أخبارهم، المفروض هيك جرائم يحكم عليها بالإعدام أو يحكم عليهم بالإعدام فورا، مو يوم ويومين ويطلعون. تعليق آخر أيضا من عبود أو عبودي يقول: ليش مغطين وجههم؟ خلي ينفضحون ويصيرون عبرة، خلي الناس تشوفهم حتى ينفضحون ويصيرون عبرة، مو تتسترون عليهم، هذا ما يصير. هناك أيضا تعليق آخر من ساموراي العراق يقول: بارك الله بكم جميعا، هذه الطفلة بعدين يربوها على الانحراف وتلقوها لا سمح الله بأحد الملاهي، لو أكو عقاب ما حد راح يسويها، بس للأسف بس إعلام. تعليق من زمن تقول: زمن الموسوي، الساعة اش وقت حتنزلون الأخبار كاملة؟ كلها بس راس قلم تنزلون، هو تقطيم ها
هسه غير نفتهم القصة شنو الطفلة مخطوفة، لو هم أهلها دا يبيعوها، لو شنو الموضوع. تعليق من نرامي يقول: إن كانت ابنتهم وباعوها لأجل الفقر فلعنة الله على كل راع غير مسؤول عن رعيته، وذنب هذه الطفلة في رقبة كل مسؤول سياسي وديني تخلوا عن شعبهم لأجل بناء إمبراطورياتهم. تعليق من علي سلطان أو علي السلطان يقول: بسيطة، هسه يدفعون كم مليون وتتحول السالفة إلى عملية تبني غير قانونية، مثل ما تتحول قضايا المخدرات من مروجين إلى متعاطين. قد تكون للمرة الأولى معمل لتصنيع وإنتاج المخدرات يفتح أبوابه سراً وبالخفاء في العراق في سابقة خطيرة أرعبت العائلات وقرعت ناقوس الخطر، فما الحكاية؟ المصنع معد لتصنيع الكبتاغون ضبط في محافظة المثنى، يحتوي على مكائن ومعدات لإنتاج تلك الحبوب المخدرة، وبعد أن كان التجار يستوردونها، لا يستوردونها وإنما يأتون بها من دول أخرى تهرب إلى العراق، يواجهون ملاحقة قانونية، الآن تصنع بداخل العراق من خلال افتتاح هذا المعمل، وهذا طبعا من خلاله سيكسبون المزيد من الوقت والمال، وأيضا لجعل المخدرات محلية الصنع ولتمويه السلطات الأمنية من جانب آخر. في النهاية أوقعتهم هذه الأعمال وما فعله بشباك قصة تصنيع المخدرات، ثم كانوا في المرصاد ولاحقتهم الأجهزة الأمنية حتى كشفت كل خيوط الوصول إلى ذلك المعمل الذي ينتج حبوب كبتاغون مخدرة. النشاطات المستمرة والحرب الحقيقية، حرب العراق ضد المخدرات، وصلت إلى نتائج إيجابية بفضل رعاية السيد رئيس الوزراء قائد عن القوات المسلحة، المتابعة اليومية للسيد وزير الداخلية، والجهد الدؤوب لمقاتلي مكافحة المخدرات من خلال السيد مدير عام مكافحة المخدرات وضباطه ومنتسبيه. يعني الأيام الأخيرة شفنا نتائج حقيقة ترفع لها القبعة من خلال ضبط كميات كبيرة من الكريستال، من الكبتاغون، من المواد المخدرة الأخرى، ضرب رؤوس تجار المخدرات، المعلومات الاستخبارية، العمل الشرطة والمهني، الحمد لله كل هذه الأمور تعطينا أريحية أنه القادم أفضل، وإن شاء الله حرب العراق ضد المخدرات سوف تكون إن شاء الله حرب الانتصار، مثل ما انتصرنا على الإرهاب بالتأكيد سوف ننتصر على المخدرات وعلى تجار المخدرات. سيادة اللواء، يعني اليوم يمكن لأول مرة يتم ضبط معمل لصناعة يعني المواد المخدرة وخاصة الكبتاغون حبوب، ويعني هي مؤشرين، أول شيء نقلة نوعية للجهد الاستخباري، والشيء الثاني هي محاولة البعض أنه تكون عملية التصنيع في الداخل، لأن احنا على الأغلب ندري أنه هذه الحبوب تجي من خارج العراق، وعندك جهد استقبال داخل وخارج العراق اللي عملت ضبط المتاجرين. تم ضبطها في بغداد، والاجزاء الاخرى اللي هي الاجزاء الدقيقه جدا اللي ممكن نقلها بشكل سهل جدا، اما الاجزاء الاخرى اللي هي هذه اللي تشوف الجزء الاسفل والجزء العلوي هذه في السماوات. نعم نعم، ممكن تكون متوفره طبعا. نعم، لكن الحمد لله عندنا جهد استخباري وعندنا دعم كبير من دولة رئيس وزراء قائد عام القوات المسلحة المحترم ومعالي السيد وزير الداخلية المحترم، اللي هو أي حقيقة بنفسه بشخصه يشرف على عمل مدير عام شؤون المخدرات المحترم. يلا تعال مهدي، راح نبدي نلقاو بعدين نتحول للجراح. إضافة إلى حبوب الكبتاغون ومكائن إنتاجها، عثرت القوات الأمنية المشتركة بصولتها الأمنية على مواد أولية تدخل بصناعة الأقراص المخدرة وتقدر ب 27.5 كيلوغرام
بالإضافة إلى الأختام الخاصة بالحبوب الممنوعة هذه، فيما تم إحالة أصحاب المصنع إلى السجن لينالوا عقابهم. عملية نوعية استثنائية لاقت أصداء واسعة بين العراقيين، أفرزت كماً من ردود الأفعال والتعليقات والآراء. اخترنا لكم نماذج من تلك الآراء المكتوبة على منصات التواصل. نبدأ من سيف المسعودي، يقول سيف في تعليقه الذي كتبه: معمل بالمثنى لتصنيع المخدرات. هو يتعجب كيف يكون هناك مصنع في المثنى لتصنيع المخدرات التكتاكون تحديدا، ثم يكمل فيقول: ايش قد إمكانية الجماعة ومأمنين، كفوا من وزارة الداخلية الشجعان، الله لا يوفقهم، دمروا حياته واشب شباب، حتى البنات جاي تاجرون ويتعاطون. هناك أيضا مداخلة من أبو جود الكلابي يقول: شنو الفائدة إذا التاجر يصول ويجول، وإذا لزمت واحد ومخدرات يدفع فلوس ويطلع، جاي نشوف ناس تلزم ورا فترة تطلع تسأل والله انطى كم شدة ويغيروها من تجارة إلى تعاطي. أيضا هناك مداخلة من علي: معمل كامل لك والله عمي، كارثة، الله يعلم كم معمل موجود بالعراق. يقول له من خارج العراق: زين شلون طبتوا عبرة الحدود؟ أكو خلل بمنظومة الحدود، لابد من إقالتهم. تعليق آخر ومداخلة من عمار أبو بدر يقول: ربي تشوهت سمعة ولايتي من وراء النماذج هاي، شكرا للجهود المبذولة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، ونتمنى منكم بذل المزيد من أجل عراق آمن. فؤاد الرومي يقول: حلول ترقيعية مجرد شو إعلامي، الحل هو تجفيف منابع المخدرات والقضاء على كبار التجار وغلق المنافذ. أغطية المجاري، أغطية الصرف الصحي في العراق، تصنع من معادن ثقيلة ومتينة كالحديد، تضاف إليه معادن أخرى لتتحمل أوزان السيارات وتقاوم لأطول فترة ممكنة. تتراوح أوزان أغطية الصرف الصحي ما بين 7 إلى 30 كيلوغراما، لذلك يعمد البعض إلى سرقة تلك الأغطية وبيعها، كما فعل هذان الصبيان عندما قام بسرقة غطاء مجرى في أحد أحياء محافظة البصرة. ولكن ما حصل أن أحدهما وأثناء محاولته رفع الغطاء بمساعدة صديقه سقط في المجرى وارتطم رأسه مباشرة بالغطاء الذي حاول سرقته، ولكن على الرغم من سقوط أحدهما بداخل المجرى إلا إنهما أكملا سرقة الغطاء الثقيل ونقلاه إلى السكوتة ليهربا بعدها، وترك فتحة المجاري دون غطاء.
طبعا بعد تفاقم عمليات سرقة أغطية المجاري كهذه، العراقيون مجبرون على التيقظ إلى أقصى درجة بمجرد خروجهم من المنازل لأسباب كثيرة، منها سرقة أغطية مجاري الصرف الصحي كهذه السرقة. طبعا هذه المجاري مخصصة لتصريف مياه الأمطار ومياه المجاري، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث وسقوط ضحايا عدا عن الخسائر المادية. لم يتمكن المعنيون من وضع حد لهذه السرقات، كثيرا ما يسقط أشخاص في هذه المجاري التي تترك دون غطاء بعد سرقتها، طبعا يسقط بداخلها الأطفال لعدم رؤيتهم أثناء السير، أو لم ينتبهوا مثلا أثناء الطرقات أو اللعب في الطرقات. أما التعليقات وردود الأفعال فلم تخلو من التشفي باللص الذي سرق غطاء المجاري وسقط في المجرى بعد قيامه بسرقة الغطاء فوقع بشر أعماله حرفيا. كيف كانت التعليقات؟ كيف جاءت ردود الأفعال حول ما فعله هذان الصبيان في البصرة وسرق هذا الغطاء بهذه الطريقة؟ ستكون كالتالي. التعليقات ستظهر على الشاشة، ونبدأ بتعليق كتبه من كتبه واثق. يقول: شي يسوون غير محتاجين؟ هو سوى هيجي اللي عنده أصلاً ما يجي بباله. العاقل يتفهم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد. أوصلنا لهذا اليوم. تعليق آخر من ثامر حسين يقول: ما أدري أضحك، ما أدري أبكي على اللقطة، شنا من فيلم غبي منه فيه. وفوقاها يكمل يبوق الغطا مات المجرى بكل هدوء وعادي الموضوع. تعليق آخر من لميس كاظم: لو يسرقون هاي السيارة ما حد يطلع وراهم، لأن موت والجو يصمت صمت. النوب هسه هذا الغطا من المنهول يشوي من الحر صاير جمر. تعليق ومداخل من نشمي مبروك يقول: يلا هي بقت عليهم، خليهم يستفادون، على الأقل نعرف دولة فقرة ما عندهم ويبوقون مورات بملايين ويبوق بالعافية عليهم. تعليق من مهند السيد يقول: جعلوا أو جهلوا المجتمع وسرقوا قوته، وبعد ذلك جعلوهم يسرقون، أدمنوا المخدرات وإلى آخره. يوم للي يسرق غطاء المجاري اللي مقابلنا، كل ما يغيرون البلدية ينبال. تعليق من أحمد يقول: عبالي حيتعظ ويرجعها، يأنب ضميره مثلا، هو ما يخاف من الله من ناحية دينية، إنسانيته مثلا يحس إنه خاف أحد يوقع بيها مثل اللي وياه أبد. تعليق آخر ومداخلة من التعليق الآخر. كان هذا آخر تعليق حول قصة الصبيان اللذان سرقا غطاء المجاري ولذا بالفرار بعيدا بعد أن سقط أحدهما بداخل المجرى. موجة من السخرية والانتقاد والتهكم تطال إحدى مستشفيات محافظة ذي قار الناصرية. الرأي العام في العراق ينتفض، فما القصة؟ هناك فيديو مسرب صور من داخل مستشفى الناصرية التعليمي التابعة إلى صحة ذي قار، سرعان ما لاقى الفيديو انتشارا واسعا مخيفا في المواقع والمنصات والسوشيال ميديا، كذلك في وسائل الإعلام أيضا. المقطع يرصد رجلا مسنا مريضا أثناء نقله برفقة مرافقيه الذين كانوا معه، ينقلونه إلى خارج المستشفى بواسطة كرسي مكتبي، كرسي اعتيادي وليس عجلة خاصة لنقل المرضى، ليس عجلة متحركة، نعم كرسي مكتبي. لماذا؟ يبدو أنه لا توجد سدية أو لا توجد عجلات خاصة لنقل المرضى أو عربانة متخصصة لنقل المراجع أو المريض أو الذي أجرى عملية مثلا، ولا يعلم إن كانت أصلا توجد هناك سديات أو لا من أجل استخدامها لهذا الغرض. لماذا استخدموا الكرسي المتحرك الاعتيادي لنقل المريض بهذه الطريقة وكأنه يجلس على سدية؟
المشهد المبكي المضحك الذي شاهدناه الآن سمه ما شئت لا يحتاج إلى تعليق. الصورة كانت معبرة للغاية وأفصحت عن وجع كل عراقي حال مراجعته للمستشفيات في العراق، وليست الناصرية وحدها التي انتشر منها هذا المقطع. ففي مستشفى الديوانية أيضا التعليمي وثق مواطنون معاناتهم وهم ينقلون مرضاهم بواسطة السادية مستخدمين السلالم نظرا لتعطل المصعد. هناك فيديو متداول سنشاهده معا الآن. روح شوف كلها بالدرج. روح شوف كلها بالدرج. روح هل هكذا يبدو حال مستشفيات العراق ونحن في عام 2023 زمن التطور والازدهار العمراني والحداثة في كل شيء والخدمات التي تقدم للإنسان؟ تساؤلات عديدة، الكثير من السخرية أيضا وعلامات الاستفهام طرحها المدونون عبر كومنتات وردود أفعال كثيرة. اخترنا لكم نماذج منها، نبدأ من تعليق كتبته شيرين. ما الذي قالت شيرين؟ تقول شيرين: والله حيرة، هو مريض لو مدير عام وناقلينه بالكرسي. ثم تضحك تقول: شر البليات ما يضحك، ولا الثاني اللي ناقلينه هو وسديته على الدرج. اي يابا ما تصير لكم شارة. لا والله. هناك ايضا ومداخلة وتعليق اخر من محمد حسين يقول: الحاجة ام الاختراع، العراقي يجد لكل شيء حلول، المفروض يكون حريص على ممتلكات المؤسسة ويتعب نفسه ويجيب كرسي لمريضة. للعلم الكراسي والسديات متوفرات بالطوارئ. هناك أيضا تعليق من أبو حسين يقول: الكرسي أسرع من العربانة وأفضل. ثم يضحك: والله عيب على هيك بلد، يفكرون بأرواحهم قصور وكرف ملايين، والمواطن الفقير إلى الله لا خدمات ولا مستشفيات ولا فلوس. تعليق من أروى تقول: أروى ستار، أهل مكة أدرى بشعابها، فلا تنتقدون حتى المستشفى إن وفرت عرباين يأخذونها المواطنين يخمطوها مع الأسف، بعد لا إنسانية ولا حلال ولا حرام. مداخلة من حيدر داود يقول: موازنات العراق مو للصحة، لذلك الصحة مهمولة، فلا عجب من نباوع ونشوف إهمال مو طبيعي. ترى عين المسؤولين من جوي لسه شاف العراق غير الضيم والظلايم، وهمهم المنصب وبس. إذا بعد هذا التعليق الأخير، هناك أيضا مجموعة من القصص والأحداث المتداولة والرائجة على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أيضا، وأحدثت جدلا وكلام كثير. سنكون مع عناوين تلك الأحداث الآن. لحصوله على مناقصة دقة عشائرية على مقاول في البصرة بعد أن عنفها زوجها العراقي. الشرطة تتكفل بامرأة سورية. إنتر ميامي يستقبل ميسي باحتفال كبير. إذا خالفتهم الرأي والمشورة أو نافستهم بأي عمل أو بإبداع أو بالمال مثلا أو بالتجارة، شعروا بأنك ستكون خطرا عليهم، فلا تستبعد أن يواجهونك بالرصاص الحي أو يحاولون قتلك أو إبعادك لإسكات صوتك وإزاحتك عن طريقهم، بالضبط كما حصل مع صاحب الحكاية هذه. مواطن عراقي قيل أنه مقاول مستثمر تمكن من الحصول على مناقصة في محافظة البصرة، وهذا ما أغضب منافسيه الذين لم يتقبلوا الخسارة وخروجهم من المشروع ببساطة، فكان الخيار أمامهم هو اللجوء إلى العنف لترهيب خصمهم المقاول وإخافته،
وإخضاعه لما يطلبونه. فما الذي فعلوا؟ التفاصيل في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة. أربعة أشخاص استقلوا سيارة نوع سايبة اتجهوا نحو خصمهم المقاول الذي سحب البساط من تحتهم دون سابق إنذار، فشهروا أسلحتهم وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي تفريغا لغضبهم وانفعالهم. والمدهش في هذه الواقعة أنها تمت في وضح النهار وأمام أعين الناس، ثم لاذ المسلحون بالفرار وكأن شيئا لم يكن. الفيديو الرائج على منصات التواصل الاجتماعي أفرز كما ردود الأفعال والتعليقات، اخترنا لكم جانبا من تلك التعليقات. نبدأ من تعليق كتبته مروة الزبيدي. تقول مروة في تعليقها: زين هي مو مناقصة ورست عليه، لو أعرف إيش وقت يتثقفون ويعرفون الرزق من الله مو بالقوة ولا بالغضب. هناك أيضا مداخلة من جاسم، يقول جاسم في تعليقه: أين هو جاسم؟ ها هو جاسم، سيأتي جاسم، بانتظار جاسم، هذا هو جاسم. يقول جاسم: العراق صاير كارثة مافيات وعصابات مثل عصابات كولومبيا، والقوات الأمنية مغلوبة على أمرها بسبب العرف العشائري، لذا تجد هكذا خروقات. أيضا مداخلة من نوال الساعدي تقول: دقة بسايبة، آخ حظي هم لو شارجر جكسارة بيها مجال، هذا إذا يلحقهم ركض يلزمهم، نعيش ونشوف، وين القوات الأمنية امسكوهم. أيضا هناك تعليق من ماجد يقول: العتاقة والمكبسل شي دقوا المسكين لأن يردون حصة من المشروع، الله اللي سترى هالمرة، خوفوا وإذا ما يرضى خلهم يكتلوه وما بها مجال. ليخطف قلبها لم يترك وسيلة إلا وقد لجأ إليها حتى يقتنع أو يقنع عائلتها أيضا بتزويجها له، وبعد أن نال موافقتهم وتزوجها على سنة الله ورسوله قلب حال ذلك المحب والعشق إلى رجل معنف أشبه معنف أشبه بالشيطان. هذا باختصار ما فعله عراقي مع زوجته السورية السيدة. وبعد أن قدمت إلى العراق برفقة زوجها بدأ يتغير عليها، فأول ما قام به هو احتجازها بداخل المنزل، فمنع عنها التجوال والخروج إلا للضرورة القصوى من شدة غيرته وخوفه من أن يراها أو يراها مع أحد غيره. ولكي لا يفضح سر زواجه ناهيك عن الضرب والتعنيف وسوء المعاملة معها، إلى أن جاء الوقت واستطاعت الهرب واللجوء إلى الشرطة. لكن ما الذي حصل؟ لنشاهد. جينا لهون على العراق، نزلنا بمطار بغداد، صار زوجي يقفل الباب ويحرص كتير إنه مثلاً ما حدا يشوفني حتى من الجيران، يعني حتى طلعاتنا كانت بوقت متأخر، يعني كان كل فترة وفترة يطلعني بالقليل وبوقت متأخر، يعني بعد 12 بال11 وبس على الدكتورة والشغلات الضرورية. أنا هلأ حامل بالشهر السادس، وقلت له إنه صرت ركلي مصاري بالبيت مشان مثل هيك حالات اضطرارية إذا الواحد صار عليه شيء،
فهو بالعادة بس أفتح معه هيك مواضيع بيضربني وبيعنفني. فقال لي بس نرجع على البيت بدي شوه لك وشك، وحكى مع أهله وقال لهم تكون تجوا مشان تدبروها. أنا بصراحة خفت منه، فتحت باب السيارة وطلعت لأني بعرف جوزي شو بيعمل بالبيت. أنا طلعت وفي جماعة سوريين، أهلي كانوا قايلين لي إذا صار شيء بتروحي لعنده. بس خلال مسافة الطريق أنا أخذت تاكسي، وصاحب يعني الجماعة السوريين هن دفعوا أجرة التاكسي حتى. فاللهم صل على سيدنا محمد. زوجي بهاي الفترة دعا على أهلي وهددهم، حلاقي بنتكم وحقتلها وحقتبحها وهي ما بعرف شو مدو شو، وهدد كتير بالقتل. أوراقي كلياتها زوجي أخده، هو أخذ مني كان على أساس علي مخالفة. أنا كان أهلي حامليني من مصاري مهري 300 دولار على أساس أنه صار عليك شيء بيكونوا معك. فزوجي ما عمل للإقامة وما ثبتني كزوجي لإله، وأخذ هويتي السورية وأخذ بسبوري وعقد زواجنا وكل شيء بخصني، حتى وصفة الدكتورة اللي بتعطيني إياها مع زوجي. وأنا ما بعرف عن زوجي غير رقم التليفون، يعني إذا بيطلع من البيت وبيقطع خط تليفونه أنا ما بقى أعرف عنه شيء، ولا وين أهله ولا أي شيء عنه. فأخذ هو كل أوراقي، وأنا يوم اللي طلعت بعتوا له أهله إنه أعطونا أوراقنا وخلينا نحل الموضوع بالسليم، أنا حامل منه. قالوا له بتنزل على سوريا بتأخذ ابنك وننهي الأمور بالسليم. بس هو كان كتير يعني إنه معصب ورفض، وقال حلاقيها وحققت له من هالحكي هذا. أنا هلأ ما بدي منه شيء ولا بدي أأذيه ولا شيء، بدي يعطيني أوراقي أرجع على بلدي، بس أولاد يجي ياخد ابنه إذا هو بده إياه، لأنه أنا ما سمعت له مكالمة مع مرعب بقول إنه أنا بس تولد بدي صرفه، بس شو بده يعمل الله أعلم. أنت حامل ليش يا بابا؟ أنا هلأ فايتي بالسادس 15 يوم. أنت بنتنا وأمانة برجع بنا. أنا بعرف هالشيء. وأنت بلدك هذا مو بلدك الثاني، هذا بلدك الأصلي العراق. وإن شاء الله حقوقك كلها ناخذها. وأنا يعني ما معي مصاري. أطمئني وصلتي إلى المكان الصحيح. خلال هاليومين هذه ان شاء الله نفرغ لك وكل امورك، بس التليفون وحاولوا تشوفون عند تاخذون اجراءات كم اجراءات قضائيه. نعم اجراءات قضائيه وترجع لك اوراقك وحقوقك. واحنا بالنسبه لك في امان، انا شخصيا جين انا بالنسبه لي متكفل بكل شيء، حتى مصرف رجعتك اي شيء انا متكفل بها شخصيا. ولا شيء، انا بس بدي ورائي وارجع اقعد بين اهلي. مش خير وتدللين انت بنتنا وانت شرفنا وعرضنا، واحنا بسوريا بلد واحد، انت العراق بلدك. هاي الاجراءات لا تدير الهبال ولا ابدا ولا تبتأسين ولا ضوجين، حاضرين ان شاء الله. شكرا سيد. إذن لم يكتفي بحبس زوجته وتهديدها بالقتل، بل يفرض سيطرته الكاملة عليها. أخذ زوجها العراقي منها كل ما تملك من أوراق ثبوتية تثبت زواجها منه، وهويتها أيضا، وجواز سفرها السوري. وبعد أن هربت منه لا تعلم ماذا تفعل وكيف ستعود إلى ذويها. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي تعهد لها بحل مشكلتها المستعصية وتزويدها بكامل حقوقها خلال يومين فقط، مع تكلفة أو تكلفله شخصيا بها وكأنها إحدى بناته. تصرف النبيل للسيد الوكيل أثنى عليه العراقيون وتعاطفوا بشكل كبير مع السيدة السورية بعد انتشار حكايتها في السوشيال ميديا. هناك تعليقات كثيرة، نبدأ بتعليق كتبه حيدر الداودي. يقول حيدر في تعليقه، ماذا يقول حيدر؟ بارك الله بكم، هذا كون من يلزمو يشوفون جوم الظهر، مو جايب بنت الناس من بلد ثاني ويضحك عليها. هناك أيضا تعليق ومداخلة من ليلى تقول إذا يزوجون عراقية ويجيب العشيرة كلها ويحلف 100 إمام يعيشها أحسن عيشة، وبعدين ما حد يلتزمه، شلون تنطوهم نسوان وما تعرفون عنا شيء؟ ما أعرف. هناك أيضا تعليق ومداخلة من أمانية الشامي تقول يا حرام ليه هيك تعاملها، تقبرني وتقبر عظامي وتطلع على قبري، وبالآخر هيك بتساوي فيها هذا زوجها، لابد أن يحاسب قانونيا لكونه عكس لنا صورة غير حلوة عن العراق والعراقيين. هناك أيضا مداخلة وتعليق من محمد الحديدي يقول موقف المشرف وكلام أبل ابنته، والله أبكاني هذا الموقف، هذا ما يمثل الشعب العراقي. أخوي اعتذر لهم نيابة عن العراقيين، قل لهم ما يمثل أخلاق العراق، إحنا بلدين بجسد واحد، سوريا والعراق. أيضا مداخلة من علي درويش يقول أهل العراق والله أنتم رمز العفة والغيرة، أكثر ما شدني التعليقات الجميلة إن دلت تدل على شهامة العراقيين وغيرته.
ورفض للظلم لإخوانه الغيرة ليست غريبة على أهل الغيرة. بعد انتظار ومتابعة مطولة لعشاق النجم الأرجنتيني ليو ميسي ومشواره القادم مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، أخيرا أقيم حفل استقبال وصفته الصحافة والبيجات ووسائل الإعلام وصفته بالتاريخي، أو الاستقبال الأسطوري المهيب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وذلك تمهيدا لانطلاق مشواره مع فريقه الجديد الذي انضم إليه بشكل رسمي في إطار الانتقالات الصيفية التجارية. ونشر الحساب الرسمي للدوري الأمريكي فيديو استقبال ميسي وتقديمه لاعبا في صفوفه بحضور جماهيري كبير. تواجد في حفل استقبال ليونيل ميسي الذي يعتبر صفقة تاريخية في الدوري الأمريكي بشكل عام عائلته وكذلك المسؤولين بالكرة الأمريكية ونادي إنتر ميامي. وكان ميسي أعلن منذ فترة انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف نادي إنتر ميامي في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أما تعليقات وردود الأفعال كانت كالتالي، ستظهر على الشاشة. نبدأ بالتعليق الذي كتبه محمد الضاوي، يقول: ملعب صغير لا يتجاوز 4000، وتقول أسطوري، مو معقول هذا الكذب. اتفرج على استقبال كريستيانو في مدريد السانتياغو برنابيو، كان ممتلئ عن بكرة أبيه. تعليق من أحمد يقول: سامحك الله، قتلت آخر ما تبقى من المتعة، أنا من شفت القميص وردي غسلت إيدي. يا أخي شعب ما يفلح في الكرة، جيب لأبطال هوكي أبطال، سلة أبطال، بصل، أي شيء كان يعني. هناك أيضا تعليق من محمد: ملعب نادي الصناعة أكبر من هذا الملعب، شنو بعد كل الفيجات ناقلين استقبال أسطوري، شنو هالمبالغة، وين الأسطوري بالموضوع، لو بس إعلام. هناك تعليق من قلم فوضى ويقول: وهذا ما كان مخطط له منذ البداية، الهروب من ضجيج الإعلام والضغوط بعد تحقيق كل شيء والاستعداد لكوبا ومونديال 2026. تعليق من أشجان محمد تقول: خورخي ماس رئيس إنتر ميامي يؤكد بأن الراتب ليونيل ميسي السنوي سيكون بين 50 إلى 60 مليون يورو. أيضا تعليق من ميمو الأسطورة يقول: الأسطورة ميسي وراموس وبوسكيتس وإلبا وتاتا مرة أخرى بفريق واحد، إنتر ميامي أصبح مليئا بالنجوم وكأنه نادي أوروبي، وهذه الأسماء أكدها رئيس إنتر ميامي بنفسه. وأيضا أنا بنفسي أؤكد لكم أن الحلقة انتهت، وكانت هذه آخر قصة معنا في حلقة هذا اليوم. سيكون لنا لقاء آخر يوم غد إن شاء الله مع مجموعة جديدة من الأخبار المتداولة والقصص والروايات والحكايات التي أحدثت جدلا ورواجا على منصات السوشيال ميديا. إلى اللقاء.